ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، ويتم شفاه على خير ويقدر يكمل حياته. ويعني خلاص حصلت يعني حاجة حادثة ممكن تغير كتير، ولكن يعني أتمنى أن مصطفى يبتدي يتعافى ويبتدي يشوف حياته، لأنه لسه شاب في مقتبل العمر، عنده 21 سنة. فربنا إن شاء الله يا رب يعني يتم شفاه على خير، ويقدر يعني يقدر يشوف مستقبله من أول وجديد. معلش يعني إذا كان حتى فقد عين، فالحمد لله إن في عين تانية موجودة. معانا أم مصطفى. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذة وفاء؟ ازيك، أنت عاملة إيه؟ كل سنة وحضرتك وأنت طيبة. طيبة وأنت طيبة. قولي لي مصطفى عامل إيه دلوقتي؟ الحمد لله، البركة في الله وفيكم. البركة في الله، إن شاء الله ربنا يعني يتم شفاء على خير. والله جمايلك فين، وربنا ما يبارك لك. مفيش يعني، ربنا يا رب يتقبل، إن شاء الله يكون خير. إحنا بنعمل المفروض نعمله، ويعني أتمنى إن هو يكون دلوقتي أفضل، والألم اللي في عينه ده يكون راح. لا الحمد لله، يعني هي كده، هم عملوا له العملية، ركبوا له الكورة اللي هي بدل المني، ولسه بقى هيركبوا بقية العين بس والتجميل. فهو هي خطوات. طب كويس كويس. لما رحت هو قال لي الكرة اللي هم زرعوها ديت واخده وضعها الطبيعي. طب الحمد لله. والحمد لله، يعني هو نفسه وعينه بدأت تتعدل وعينه شويه، التانية، عينه التانية بيشوف بيها كويس صح؟ بس نظرها ضعيف، عايزه لها برضو تحسين او كده. عايزه لها ايه؟ عايزه لها تحسين او حاجه، يعني برضو نظرها ضعيف لما لابس النظاره، ونظرها ضعيف هيحتاج برضو فيها عمليه. عملية مش يعني، ممكن تكون عملية ليزك أو تكون. طيب دي تمام. حاجة بسيطة، دي حاجة بسيطة إن شاء الله بإذن الله ربنا يتم شفاء على خير. كده الحمد لله هو بقى كويس، ولا في عنده حاجة تانية؟ والله مشكلة رجله، والله يا أستاذة وفاء ديت أهم حاجة دلوقتي. أنا عملت له اللي هو الظروف دوت، فدلوقتي بقى له دلوقتي 3 شهور الصديد ما بيقفش عنده نهائي، وبينزل الصديد بشكل انت صعب. كنا المفروض ان احنا متفقين ان احنا هنعمل العملية، انت استعجلتي ورحتي ما هو عملتي. كانت حالته حرجة، وانت عارفة انا الوضع، يعني لما الدكتور قال سوس والكلام ده، بقيت مش عارفة اعمل ايه. فاول حد قال لي العملية خلاص هتتعمل، جريت. يعني ربنا انت يديكي معلش الشر بتقولي اللي انا فيه بتقولي بجد. الدكتور يعني بتقولي الدكتور قال لك ايه؟ الدكتور قال لي دلوقتي، هو طبعا في بداية العملية هو قال لي هتتعمل وهيرجع يمشي، بس هتبقى فيه زكة بسيطة. طبعا الدكتور دلوقتي كل ما اروح له الصديد زي ما هو وكده، ف مش عارف يعني. وقدر الله ما شاء فعل، انت عملتيها. احنا كنا متفقين مع الحمد المستشفى لله. ومع الدكتور اللي هو يعني اللي هو المفروض ان هو كان هيعملها له، ولكن فوجئت ان انت خفتي هو فروحتي طبيعي. معلش ممكن يكون الحمد يعني لله انت كنت استاذه وفاء، خايفة انت عارفه والله معلش ان شاء الله يكون عارفه خير. شاب يعني، ومش هقول لك يعني كسرني بجد، كسر قلبي والله. لا انت لازم تكوني قوية كده علشان هو الحمد يبتدي لله يتعافى والله، ويبتدي. هو الحمد يعني لله. كان في الدراسة ولا هو مخلص ولا كان في الدراسة، هو كان في شريعة وقانون، وجينا قال في معهد خاص. لما جينا نطالب التأمين الصحي بتاع المعهد الخاص، قال أنا مش متعاقد مع التأمين الصحي. أصبحنا دلوقتي يعني تايهين بقى، مش عارفين نعالجه إزاي، ومش عارفين نعمل إيه ولا إيه. ولسه موضوع وشه والكسور اللي في الفك والكسور اللي في الجمجمة، ولسه مشاكله والله كتير، ان شاء الله يعني مشكلة نعم رجله ان شاء وكده. الله باذن الله بس تعالى الحمد تخلص لله. حاجه حاجه. ولازم بس يعني احنا ندعمه نفسيا، ده الاهم، ان انت تكوني والله داعم هو نفسي والله ليه. على قد ما بقدر والله، ربنا اللي اعلم. يعني تكونوا داعم نفسي ليه، وخلاص اللي حصل ده قدر يعني، ولازم اللي هو يتقبله بصدر فهو رحب. خد دلوقتي 30 حقنه مضاد حيوي، فما فيش نتيجه برضو طيب. للدكتور، ما عرفناش بالنسبه انه مش مقصر. طيب موضوع رجله يعني انا ما اعرفش، هو عامل عمليه بقالها 3 شهور بتقولي؟ طيب انا مش عارفه دي يعني يقدر يعمل عمليه تانية ولا لا. هنعرض برضو الحاله، ابعتي لنا. يعني بالله عليك يا استاذه وفاء، انا عايزه حد يعني يتبنى حالته لحد ما يقف على رجله، لحد، لان انت عارفه طبعا الظروف بقت عامله ازاي في الحياه دلوقتي. ان شاء الله خير. وعشان عشان ده شاب، واي حاجه اللي هي هتتبني دلوقتي هي دي اللي هتدوم له العمر كله. ان شاء الله يكون زي الفل باذن الله، ربنا يشفيه ويعافيه. ابعتي بس بياناته وحالته يعني العمليه، ونشوف في امكانيه يعني يقدر يعمل عمليه دلوقتي ولا لا، لان المساله برضو مساله طبيه، مش احنا اللي نقدر نحكم فيها. يعني الدكتور هو اللي يقول ينفع ولا لا، يعني خاصه ان العمليه لسه عاملها 3 اشهر، مش عارفه ينفع الدكتور يفتح تاني ولا لا. وان شاء الله يكون خير يعني، يا رب ان شاء الله يشفيه ويعافيه.